هاي السنة يتم التأكد من صلاحية كل المدفأات اللي عندنا على مثلا الرادياتور ولا الأجهزة التدفئة على مستوى كل المدارس. المدارس من المفروض المدارس مع نهاية الدكتور المدرسي أنا مدبية قبل الوصول قبل موسم البرد أو موسم الشتاء نعاود نزيدو نتأكدو منها. اللي عنده كاش بروبلام من دركا يحطها هنا ما يخليش للآخر دقيقة ومن بعد يتحط لنا مشكل تاع التدفئة. تفضل. دونك ديروا الاحتياج تاعكم وبعثوه للسيده مدير الاداره المحليه. حتى الوقت ماشي نخلو حتى لافي. بعثتو لهم ديجا؟ لا انا كاتبين خاصك اسرعوا وشوف راه دار. طلب النقل باش على الاقل نعطوكم ثاني لوطوريزاسيون ولا تدو مباشرة تبداو ديروا التعاقد مع الحافلة النقل. تفضل اجي. الشهادات الرياضية تكون ثانوية باش اللي يكون عندهم يديها رياضيات. البلدية الثانوية البلدية تاعهم ما فيهاش بلان وجهوا عليها. فما فيهاش النقل هذه. فيهاش كاع النقل هذه مش مطروحة كامل. لا بالنسبة لا لا هذه ما نعرفوش شعاع في جميع الثانويات. كاين شعاع قليلة الانتشار اللي هي رياضيات الطب الرياضي. كي يدوروا على التربية يدوه من الثانوية الأقرب ليهم اللي فيها شعاع. لكن ما يقدرش هو نفس الفقرة تاعكم.